مرحبا. شجرة العنب البرازيلية جابوتيكابا بتنزرع بالبرازيل وبوليفيا والأرجنتين والباراغواي، واللي بيميز هاي الشجرة ثمارها يلي بتبدو مثل حبات العنب وبتثمر بعد إزهارها يلي بيصير مرة أو مرتين بالسنة. ثمار هاي الشجرة بتنمو على جذوعها مباشرة غير ثمار باقي الأشجار يلي بتنمو فيها ثمار على أطراف الأغصان، وبتنمو بتربة قليلة الحموضة وبتتكيف مع أنواع الأتربة وأزهارها بيضاء وحلوة. ثمار هالشجرة بتتاكل نية وطازجة وبتحوي على مواد مضادة للأكسدة والالتهابات. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يكون صيفي حار نسبياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وعم بيكون حار سديمي بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فعم ترتفع شوي حتى عم تصير أعلى من معدلاتها بحوالي درجتين لثلاث درجات مئوية بأغلب مناطق سورية. بالنسبة للرياح عم تكون غربية لجنوبية غربية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل ل 16 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة فعم تتراوح بين 45 و80%. البحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 30 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم بيكون صحو مشمس ودرجات الحرارة عم تسجل فيها الدنيا 20 العليا 37 درجة. أما كيف عم بيكون الطقس بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالسويدة بالجنوب عم بيكون الطقس صحو مشمس ودرجات الحرارة بدرعا بين 21 و 36 درجة، أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 17 و 31. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما طقسنا عم بيكون صحو مشمس ودرجات الحرارة عم تتراوح بحما بين 23 و 38 درجة. أما كيف عم بيكون الجو على البحر، بطرطوس ولاذقية غائم جزئيا ودرجات الحرارة بليو اسكندرون عم تتراوح بين 26 و 32 درجة. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون غائم جزئيا أيضا ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 23 للعليا 38 درجة. أما أخيرا فرح ننتقل سوا لنشوف كيف عم بيكون الطقس بالمنطقة الشرقية بالرقة. الجو عم بيكون سديمي حار نسبيا ودرجات الحرارة عم تسجل بالحسكة الدنيا 26 للعليا 42 درجة، أما بدير الزور فدرجات الحرارة عم توصل ل 43 درجة والطقس مكفي سديمي. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لا تعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. أضحى مبارك.